بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقمرنا الهاشمي لهذه الحلقة هو الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب إمام الهدى باب مدينة العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعرف بالإمام العسكري، وأبوه الإمام علي الهادي يعرف أيضا بهذه النسبة، والعسكري هذه النسبة إلى أسكر سرة من رأى وهي سامراء في العراق، وإنما نسب إليها لأن المتوكل أشخص أباه علي الهادي رضي الله تعالى عنهما إليها وأقام بها 20 سنة و9 أشهر، فنسب هو وولده رضي الله عنهما إليها كما حكى ذلك الإمام ابن طولون الحنفي. يكنى الإمام العسكري بأبي محمد، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلقب بالزكي والخالص والسراج، وكل أئمة أهل البيت رضي الله عنهم سرج الهدى ومنارات الورى رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام. أما أمه فهي أم ولد يقال لها سوسن، وقيل اسمها عسفان، وكان بين السمرة والبياض، ونقش خاتمه رضي الله عنه سبحان من له مقاليد السماوات والأرض. قال الخطيب البغدادي: ولد أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى في سنة 31 و200، وأما مناقبه رضي الله تعالى عنه فقيل لم تطل أيامه في الدنيا ليظهر للناس مآثره ومزاياه، لكن ورد عن الهيثم بن عدي قال: لما أمر المعتز بحمل أبي محمد الحسن العسكري إلى الكوفة كتب إليه: ما هذا الخبر الذي بلغنا؟ فغمنا، فكتب: بعد 3 يأتيكم الفرج إن شاء الله تعالى. فقتل المعتز في اليوم الثالث. وسأله رجل أن يدعو له الله تعالى بالغنى لفقر مسه، فقال: أبشر، مات ابن عمك وخلف 100,000 درهم، وعن قريب يأتيه. فورد الخبر عن قريب وكان المال كما ذكر. قال أبو هاشم: قحط الناس فأمر المعتمد بالاستسقاء، فما ازدادت السماء إلا صحوا، فخرج بعدهم النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب كلما مد يده إلى السماء هطلت السماء، ففتن به الناس. فأرسل المعتمد إلى الإمام الحسن العسكري: أنا أدرك أمة جدك محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتدوا، وأطلقه من الحبس ومن كان معه، فلما رفع الراهب يده أمطرت السماء، وكان في ذلك المشهد الخليفة فمن دونه، فلما رفع الراهب يده كما ذكرنا أمر الإمام الحسن بالقبض على يد الراهب، فإذا بين أصابعه عظم آدمي، فأخذه الإمام الحسن ولفه ودفن، وقال الراهب: استسقي، فانكشفت السماء ولم تمطر، فتعجب الناس. وقال الخليفة: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا عظم لنبي من الأنبياء ظفر به هذا الراهب، وما كشف عن عظم نبي تحت السماء إلا هطلت بالمطر، فامتحنوا ذلك العظم فكان كما قال الإمام. أما ثناء العلماء على الإمام العسكري فيقول الإمام سبط بن الجوزي الحنبلي عنه: وهو الإمام كان سيدا فاضلا، وقال عنه: هو الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، كان عالما ثقة. وقال ابن الصباغ المالكي: مناقب سيدنا أبي محمد الحسن العسكري دالة على أنه السري بن السري، فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري، واعلم أنه إذا بيعت مكرمة فسواه بائعها وهو المشتري، واحد زمانه من غير مدافع، ويسبح وحده من غير منازع، سيد أهل عصره وإمام أهل دهره، أقواله سديدة وأفعاله حميدة، وإذا كانت أفاضل زمانه قصيدة فهو بيت القصيدة، وإن انتظموا عقدا كان محل الواسطة الفريدة، فارس العلوم الذي لا يجارى ومبين غوامضها فلا يحاول ولا يمارى، كاشف الحقائق بنظره الصائب، مظهر الدقائق بفكره الثاقب، المحدث في سره بالأمور الخفيات، الكريم الأصل والنفس والذات، تغمده الله تعالى برحمته
وأسكنه فسيح الجنات. وقال نور الدين علي بن عبد الله السمهودي رحمه الله: وأما ولده أبو محمد الحسن الخالص فكان عظيم الشأن، وقد سبقت له مكرمة جليلة لما حبسه المعتمد على الله ابن المتوكل العباسي. وقال أحمد بن الفضل الحضرمي الشافعي: أبو محمد الحسن الخالص ابن علي العسكري كان عظيم الشأن جليل المقدار، ووقع له مع المعتمد في أيام حبسه كرامة ظاهرة مشهورة. وقال العباس بن نور الدين المكي: أبو محمد الإمام الحسن العسكري رحمه الله نسبه أشهر من القمر ليلة 14، يعرف هو وأبوه بالعسكري، وأما فضائله فلا يحصرها اللسن. وقال العارف بالله الشيخ يوسف النبهاني: الحسن العسكري أحد أئمة سادتنا أهل البيت العظام وساداتهم الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكثر أتباعه وذاع صيته واتجهت إليه الأنظار، ودس له المعتمد العباسي سما فتوفي منه. وقال محمد أبو الهدى رحمه الله: وقد علم المسلمون في المشرق والمغرب أن رؤساء الأولياء وأئمة الأصفياء من بعده عليه الصلاة والسلام ذريته وأولاده الطاهرون، يتسلسلون بطنا بعد بطن وجيلا بعد جيل إلى زماننا هذا، وهم الأولياء بلا ريب، وقادتهم إلى الحضرة القدسية المحفوظة من الدنس والعيب. ومن هؤلاء الأولياء في الصدر الأول بعد الطبقة المشرفة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كالحسن والحسين والباقر والكاظم والصادق والجواد والهادي والنقي والتقي والإمام العسكري. نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حديثنا عن الإمام العسكري ومنزلته العلمية وفراسته العلوية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.